هذا المعرض الذي يعرف مشاركة 100 عارض وعارضة من مختلف أقاليم جهة سوس مسا تارودانت تيزنيت طاطا إنزكان إيت ملول شتوكا إيت بها أكادير. هذا المعرض الذي تعرض فيه جميع منتجات الصناعة التقليدية التي تزخر بها الجهة من خياطة من طرز من مصنوعات جلدية من جلد من فخار من نسل الجزاربي من منتجات نباتية بالإضافة إلى المنتجات لبعض المنتجات المحلية. هذا المعرض يعرفه كذلك تنظيم دورات تكوينية لفائدة العارض وكذا التنظيمات الحرفية من تعاونات وجمعيات. إذن هذا المعرض هو فرصة للصناع التقليدي للتعارف فيما بينهم وكذلك لإظهار أو لعرض المنتجات التي يزخر كما قلنا بها تزخر بها جهات سوسبا الصدرعة. من خلال الزوار الذين يزورون هذا المعرض يلاحظ بأن أيام الجمعة والسبت والأحد عرف هذا المعرض إقبالا كبيرا, بينما الأيام الأخرى الاثنين والثلاثاء يعرفوا إقبالا متوسطا. إذن المعرض هو فرصة للساكنة لزيارته في الفترة المحددة كما قلنا من 22 إلى 31 دجربين 2017. كيف ما كرحبوا بنا هذا المنظمين اللي انضموا هذا المعرض, كيف ما تعرفنا مع الناس جداد اللي من جاوا من أي بلاصة من تيزنيت من تارودانت من طاطا من جميع النواحي ديال مدينة أكادير, كيف ما تعرفنا مع جميع الوجوه الجديدة وكيتوافد مع رأس السنة الميلادية والزوار. المهم كاينين الزوار من ناحية الأيام العطل بحال اليوم الأربعاء فلابخيميدي كتكون العشية خوية عند بعض التلاميذ, جاو زارونا بعض المدارس وشافوا جميع المعروضات اللي هي يدوية واللي هي كي كتصنع, وعطيناهم جميع التفسيرات فسرنا لهم كيفاش بحال المنتوج البلدي كيفاش كنخيطوا, ومن ناحيه بحال الناس اخرين عطاوهم الافاده. المهم خدينا فكره وخداو حتى هما من عندنا فكره, كيف ما كنشكروا هاد المؤطرين وهاد العارضين والعارضات.